ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أدعو جميع أخواننا ما يتناقشوا الزول ده، أخواننا ناس الحلقة، أقعدوا كلكم، أقعدوا عشان ما تعطلوا لنا الحلقة. أقعد أداري كورك يا أخواننا، أقعد تحت، أقعد يا شيخ، ما في زول يناقشوا. أي زول داري كورك خلوه كورك يا أخواننا. نحن إن شاء الله سبحانه وتعالى ما بتدقنا إلا المطر، أنت فاهم كلامي؟ ما بتدقنا أي حاجة، فأنت خليك قاعد في محلك ما بسوي حاجة. كثير الكلام ده قالوا لنا، حركة شعبية قالوا، شيوعيين قالوا، شعبيين قالوا، مسلحين قالوا، ما مسلحين قالوا، والحمد لله ربنا بسلمنا، فهمت؟ وكلنا على الله. فأنت ركز معي، الناس كلهم بيكوركوا ليه؟ لأنه شافوا كل حلقة جديدة في زول بيوحد، كل حلقة جديدة في زول بيعرف التوحيد، كل حلقة جديدة في زول بيعرف الصوفية على باطل وعلى ضلال وعلى شرك وعلى إلحاد ما أنزل الله به من سلطان، فهمت؟ وزيادة لك، انت قال الكورات بوقف الدعوة، كواريك بتوقف الدعوة. الليلة ان شاء الله الساعة 9 في حلقة جون، في قناة جون، حلقة مع شيخنا مزمل الفقيري بالكتب. كورك تقدر توقفها؟ كورك ده مباشر يا زول، وانت ذاتك لو جيت، فهمت، وخشيت بنجيب فيك جون، فهمت الحاصل؟ موضوع واضح جدا، فما تكورك، خلي الشعب السوداني يفهم. انت ما تكورك، جيب حماد الجو مبارح شغال بيجاي، انا مبارح جاي لقيت حمادة شغال. حمادة ده اصلا بيشتغل في سوق ستة، كده قبل ما اخش لك جوا، بيشتغل في سوق ستة هناك جنب الحمامات. مشان اشتغلنا جنبه بفضل الله، لانه لا يبقى مع اسم الله شيء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء، طفش من الحمامات. لانه السلفيين لما يجي يخشوا الحمامات بيقروا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء: اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. قال العلماء: والخبث ذكران الشياطين، والخبائث إناث الشياطين. فطاروا ذكران الشياطين، شياطين الإنس والجن، كما قال تعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من شنو؟ الجنة. والناس طفش قدام، فهمت؟ مشى هناك، اشتغلنا برضو الحمد لله جنبه، وكشف تقيل، وشغل حقن بتاعت بقر تقيلة جدا. عمك بقى الجمهور بتاعه ما في، لأنه دي الشغلة بتاعتهم. بعد ما انتهى من الحلقة بقول لهم: يا أخواننا ادوني حاجة، الوهابية ديل كتروا، الخمسة ألف بقت ما بتحلك منهم، والله مليار ما تحلك مننا، مليار ما تحلك، فهمت؟ آخر حاجة رمضان الفات حماد اللي بيجيبوينا امبارح، رمضان الفات بقى يفتش في الأورنجة بتاعت رمضان، يفتش في العصير، لأنه بقى ما في نقاطة ما في، فهمت؟ ونحن بنجينا كل مرة نضيق عليك إلا بالتوحيد، إلا بالتوحيد إن شاء الله تعالى. وده فيه بشارة خير الحمد لله. احنا لما نجي هنا الدجالين بيقلوا، الدجال ما بيقدر يشتغل، والزول الداري قرص النزوان ما بيقدر يشتغل. نحن كل ما نشتغل بحمد الله وفضله بيقل الفساد والشر، وده ليه خير للناس، لأنه ربنا قال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم شنو؟ بركات من السماء والأرض. وأول مسألة هي مسألة التوحيد. أنا قبل ما أخش في القوم بالجيك، فهمت؟ هذه المدحة، أنا دار أوريك معلومة مهمة جدا. الزول البيكوريك ده شكله ما فاهمة. أي زول بيكوري خلوه كوريك يا أخوان، أي زول داري كوريك خلوه كوريك. بيكوريك كده ده أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، إن شاء الله الديتول بيمش فوقه. أيوة اسمه شنو؟ المهم ده كتاب طبقات والضيف الله، الكتاب ده بقروه في جامعة الخرطوم، وعملوا له مؤتمر كبير جدا في قاعة الشارقة، فهمت الحاصل؟ مؤتمر كبير جدا، واحتفت به جامعة الخرطوم، واعتبرته أنه مرجع من المراجع بتاعت الدين في السودان. أول مسألة مهمة في كتاب طبقات والضيف الله في المقدمة صفحة 8، أتحدى أي صوفي أنا بديك بالصفحات حافظنه، لكن بنجيبه لك عشان بعد إن شاء الله تفهم. الكتاب هنا مطبوع وعنده رقم إيداع، وطابعينه هنا في الدار السودانية للكتب، فهمت الحاصل؟ هنا صفحة 8: الصوفية باعترافهم هم ذاتهم انه الصوفية ما دخلوا الاسلام في السودان. ده كتابكم يا صوفية تجروا وين؟ نحن اي حاجة بتهدم اهل الضلال ولو كانت مجلة ميكي بنشتريها، فهمت؟ عشان نكشفك
نكشف حالك للناس. هنا صفحة 8 بتكلم عن كيف دخل الإسلام في السودان في مقدمة هذا الكتاب ده محمد والضيف الله الجعل. طيب قال أقول وبالله التوفيق، ولنبدأ بالتاريخ المذكور. اعلم أن الفونج اللي هو دولة الفونج ملكت أرض النوبة وتغلبت عليها أول القرن العاشر سنة 910 بعد 900 وخطت مدينة سنار، خطها الملك عمارة دونجوس، وخطت مدينة أربجي قبلها بثلاثين سنة، خطها حجازي بن معين، ولم تشتهر في تلك البلاد مدرسة علم ولا قرآن. داري وريك على السودان ومتى دخلت الصوفية. ده كتابكم انت، خليك زول بتميز ما يغشوك ساكن. طيب قال ان الرجل ما مات جاره يا اخوانا، قال ان الرجل يطلق المرأة ويتزوجها غيره في نهاره من غير عدة حتى قدم الشيخ محمود راجل القصير العركي من مصر وعلم الناس العدة. ده قال كان حال السودان كده. قال وسكن البحر الأبيض وبنى له قصرا يعرف الآن بقصر محمود. قال وفي أوائل النصف الثاني من القرن العاشر، أحفظ التاريخ ده كويس، القرن العاشر الهجري، ولي الملك عمارة أبو سكاكين الشيخ عجيب المنجلوك. ففي أول ملكه قدم الشيخ إبراهيم البولاد من مصر إلى دار الشايقية ودرس فيها خليلا والرسالة، وانتشر علم الفقه في الجزيرة. قال ثم بعد يسير قدم الشيخ تاج الدين البهاري من بغداد. قال وأدخل طريق الصوفية في دار الفونج. يعني أول صوفي هو منو؟ تاج الدين البهاري البغدادي بتين في القرن العاشر الهجري. ونحن عندنا الإسلام في السودان خش سنة 31 هجرية. أنقص 950 من 31 بتديك كم سنة؟ كم سنة؟ تديك كم سنة؟ 912 أو كم 30 أو كم 12 سنة كان الإسلام إسلام صحيح حق صحابة ما فوق صوفي واحد. فهمت؟ هنا جاء الصوفية دخلوا شنو؟ هنا ترجمة حسن وتحسون وغيره صفحة 119 وغيره من الصفحات. هنا ديل الأولياء بتاعنا الصوفية، ديل الأولياء بتاعنا الصوفية. قال الصفحة 116 الشيخ بيتكلم لك عن درجات الأولياء، وأنا ركزوا معانا هنا، أنا دارين الناس تنتبه والناس يستفيد. قال درجات الأولياء على ثلاثة أقسام كبرى ووسطى وصغرى، ديل الأولياء عند الصوفية. قال فالصغرى أن يطيروا في الهواء. أنت يا صوفية بدرت كورك وتجي تجوط والكلام يسخن معاك، جيب لنا شيخ هنا نشوفه هنا. بس طار من وين؟ من 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 جاكسون ليشرواني، بنبقى معك صوفية. جيب لنا الولد بتاعك كملوا جناحين متقزقصة، معلوم ما عندهم وقود، معلوم ريش ما في كويس، الجودة محظور هنا محظور من هنا لهناك محظور، ما بيطيروا مالكم. فهمت؟ فلا يا اخواننا كذب ساكت. قال اصغر ولي، اصغر ولي قال هو الذي يطير في الهواء ويمشي على وجه الماء. والعلماء قالوا وان رأيت الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء قال فلا تعتبر بحاله حتى تعرضه على الكتاب والسنة. فهمت؟ لو طرت ذاته طرت فوق. فهمت؟ وزي ما قال لك اخونا محي الدين بقى عندك ثلاثة خطوات لمكة، برضو نحن ما بنعتبر بحالك الا تكون موافق للكتاب والسنة، لانه ربنا قال فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. نحن ما بنخلي كلام الله لقول احد من البشر، كل شيوخ ديل كلامه عندنا ما يساوي ولا اي شيء ولا اي حاجة، لا يساوي عفطة عنز في فلات، ما بسوي عندنا اي حاجة. طيب قال والوسطى دي الوسطى عند الصوفية، قال ان يعطيه الله الدرجة الكونية اذا قال للشيء كن فيكون. شوف الكلام ده كيف، ده تقدروا تناظروا به يا صوفية، تقدروا تناقشوا به. عشان كده اللي يا مادي محمد المنتظر قاعد يكوري، قال يا اخواننا الشباب ديل فتحوا لهم الغنوات لانه بنكشف حالك، لانه لو الناس الشعب السوداني شاهدنا
وشاهد الحلقات دي انت بتموت كمد، الكذب بتاعك ده كله بتقبض. ولذلك بقى يناشد قال، بقى يناشد قال يا اخواننا وقفوا الشباب ديل، والشباب ديل كتروا. انت لسه ما عارف النبي صلى الله عليه وسلم قال قال ربنا سبحانه وتعالى الدين ده حيدخله بذل ذليل وبعز عزيز، فهمت؟ ربنا سبحانه وتعالى وإن رغم أنفك وأنف كل الصوفية ربنا حينشر التوحيد وحينشر الإسلام وكل الناس حيعرفوا الدين والتوحيد. لأنه كلام زي ده ما بيصدقوا إنسان مسلم. يقول لك الولي يقول للشيء كن فيكون، وجابه ودى الكباشي في قناة النيل الأزرق، جابوا واحد جبهدي ونحن دارين لقاء مناظرة مناقشة أي حاجة مع الجبهدية ولا الصوفية، فهمت؟ ده قال، قال الأولياء، قال أبويا الشيخ الكباشي ربنا اداه كن كن فيكون على لسان. قام المذيع قال له طيب الكلام ده كيف يعني؟ قام قال له الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي فيما يروي عن ربي: عبدي أطعني أجعلك تقول لشيء كن فيكون. حديث ده موضوع. قام المذيع قال له طيب إذا ما بعض الناس ضعفوا الحديث؟ قال له عندنا الآية، الآية عندنا قال له ثابتة، والآية عندنا قال له آية يعني ما فيها أي كلام. الآية شنو؟ قال لهم ما يشاءون عند ربهم. أول حاجة الآية دي ما بتتكلم عن الدنيا يا صوفي انت جاهل، والجبهجي اللي استضافك في قناة النيل الأزرق جاهل، والقناة ذاتها البتجيب لها ناس زي ديل بتروج للجهل وللباطل وللضلال، فهمت؟ لأنه الآية دي بتتكلم عن الجنة. ربنا سبحانه وتعالى قال والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. وهذا التفسير هو تفسير الإمام ابن جرير الطبري والإمام القرطبي والإمام ابن كثير، فهمت؟ قال الولي بيقول للشيء كن فيكون. الكلام ده أبو جهل ما بيعتقده. ربنا قال في سورة المؤمنون، السورة دي حقة المؤمنين بتغيظ الصوفية، فهمت؟ ربنا سبحانه وتعالى قال قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. ربنا قال فسيقولون لله قل أفلا قل فأنا تسحرون. أبو جهل يبقى أحسن في عقيدته منك يا صوفي عارف إنه اللي بيقول لشيء كن فيكون هو الله، فهمت؟ تبقى أنت أبلد وأكثر وأشد كفرا من أبي جهل وأبو لهب، فهمت؟ ده الكلام بتاعهم. ده غير بتاع حسن وتحسونة، حسن وتحسونة قال بيقول لشيء كن فيكون. يا أخوانا نحن العنبر بتاعنا ده زي عنبر جراحة العظام، الزول بيكون مكسور تقبضه كده واحد بكوري تلقى واحد بيجاي ده عنده ركبة، واحد بيجاي عنده دماغه يتفقش، واحد بيغادي عنده باللية بتاعت ركبة راحت، وفي واحدين بيغادي طفش وطرمبة إلى آخر، لأنه الشغل بتاعنا ده حر أدلة، تفاهم؟ ده كتاب الفيوضات الربانية في الأوراق والمآثر القادرية، فهمت؟ شفت العنبر ده حر كيف؟ العنبر ده شفت الأخصائيين الفوق الحمد لله ناس شطار، ناس بيمسكوها لك في محل الجرح ذاته. طيب هنا كتاب الفيوضات الربانية لسه، بعدين هنا انت بتكورك، بعدين اللي غاز ساعة تزع في قناة قول الله إلا ترمي التلفزيون. طيب هنا الشيخ خلي البرع يتبين فينا، البرع بيقدر يسوي لنا حاجة، يقدر ينفخني أنا دار أبقى سمين، خلي البرع ينفخني ما بسوي حاجة، البرع ما عنده إيش، التكتح ما عنده البرع عاسي، ما كان في جنة ولا كان في نار عليم ربه، انت الان ما بتقدر تغني عنه حاجة ولا بيغني عنك شيء. ربنا قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. شغلاني ما غلط، ده كان زمان يا صوفية قبل 50 سنة تجي تتكلم تخش بالباب مرقوق بالشباك، لكن هسه بقينا جوا الشباك ذاته نحن، فهمت؟ بنجيك باي محلة والله، زي ما انت ما سمعت الترابي قال شنو؟ قال هؤلاء ينتشرون انتشارا تلغائيا، والله يقول لك قبل يومين كانوا 4 في الحلة دي، هسه بقوا 11 بقى، يقول لك مشيت عمره وجيت جيت لقيتهم 78. الناس قال بيزيدوا كيف؟ بيزيدوا بالحق، انت قال بيزيدوا بكيف؟ اذا كان ده الباطل كده ربنا سبحانه وتعالى بينشر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الله يغرس في هذا الدين شنو؟ غرسا يستعملهم في طاعته. الشغل ده ماشي قدام، فهمت؟ طيب قال الشيخ بيتكلم عن نفسه، قال انا الذاكر المذكور ذكرا لذاكر، دبعوا في الدار السودانية للكتب، فهمت؟
امشي من الصيدليه اجيب لك حبه وتعال عشان نتم لك باقي الجرح بتاعك. قال انا الشاكر المشكور شكرا بنعمتي، انا العاشق المعشوق في كل مضمر، انا السامع المسموع في كل نعمتي، انا الواحد الفرد الكبير بذاته، انا الواصف الموصوف شيخ الطريقه. فهمت؟ ده ما كفر بالله، ده ما الحاد. ابو جهل في زي ما جاب لك القران قال كلام زي ده ضلال. والله انا اتحدى به محمد منتصر وبنتحدى به شيخك اوباما ذاته، اتحدى به اي زول. طيب هنا ده ديوان البرعي، انت بتخاف برعي ينفقد؟ ربنا قال قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا، ما بيعمل لك حاجه. فهمت؟ عشان كده هود عليه السلام لما قالوا له ان نقول الا اعتراك بعض الهتنا بسوء قال اني اشهد الله واشهد اني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون اني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة الا هو اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم. هنا قال القوم بتجيك دي برع المدحه بتاعت برع، القوم بتجيك من بلا من ناس بلجيك. فهمت؟ قال تلف الصايح ديما يناديك في جبال لاتوك وبطن واديك، يعني مهما كان الزول البناديك بعيد قال البرع بيلحقوا. وربنا سبحانه وتعالى قال ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا شنو من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم شنو غافلون، واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قال يراكب الكيك داخل في مجالا خبر لكيك، فسرت معاني اوك واكيك واوس اسيسا غير تشكيك. اقول فسرتها طلعت شنو يعني؟ ده كله شغل بتاع ليه؟ كتاب ربنا سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأحضر الليلة حقنة محترمة جدا في قناة جون الساعة 9 إن شاء الله.